الفرحه صورت فيديو وشاركت جمهورك بفرحتك بعد تتويج النادي الاهلي، ولسه عارضين حالا دلوقتي فيديو، يعني الفيديو بتاعك كان فيديو حلو. انا كنت فرحان قوي بصراحه بعد معانا على الشاشه بنعرضه حالا دلوقتي، انت معانا على الهواء. وانا برقص. انا كنت فرحان جدا طبعا كالعاده، وقمت قالب جايب قناه الاهلي على طول اول ما الماتش لسه، لقيت الاغاني بقى والبتاع شغاله فديتها بقى على الرسوم. لا ده في تطور عن كده بس ما صورتوش بقى. يعني في حاجات ثانيه يعني. كان على القاعد وبتاع، الموضوع سخن بعد كده جامد. انا وتاني يوم طول اليوم انا بسمع مشغل كل اغاني الاهلي، وخصوصا في اغنيه بتاعت امير عيد دي بحبها جدا، يعني بسمعها كتير حتى في حتى من غير ماتشات يعني غير مناسبات يعني. اول واحد باركت له بعد المباراه كانت مين، او اول مكالمه جات لك بعد المباراه كانت مين من مين؟ من احمد فهمي. احمد فهمي اهلاوي كبير برضه. احمد فهمي كان بيصور اصل، ف لقيته كلمني على طول. احنا يعني لما بنبقى فاضيين هو بنروح الماتشات سوا، يا اما بنتفرج سوا، يعني دايما احنا مع بعض في الماتشات. طب رسالة منك برضو للجيل الحالي ده، ما شاء الله جيل برضو يعني بيعمل إنجاز، الجيل السابق بتاع 2005 يعني بيوصل لنهائي البطولة الأفريقية 4 مرات على التوالي، بياخد منهم 3 في كأس العالم للأندية. يا أسامة اللي بيعمل إنجاز حقيقي هو النادي الأهلي. يا عيني بجد والله، مش يعني أنا هقول كلام كده معرفش هو الكلام ده صح ولا ده كلام، هو ده النادي الأهلي. بس أنا هقول اللي في قلبي. جيل 2005 و6 وبتاع ده جيل لن يتكرر في تاريخ مصر حقيقي. يعني هو كان فيه كم مواهب، وده انعكس على فوز منتخب مصر بثلاث كؤوس افريقيه في عز بقى ما كان فيه دروجبا وصامويل ايتو وبلاوي سودا. يعني هو جيل نادر، وهو طبعا الحقيقه كان المنتخب 90% منه من النادي الاهلي يعني. فهو كان جيل نادر صعب قوي ان هو يتكرر تاني. الجيل ده عمل انجاز كبير جدا في البطولات الافريقيه. هذا الجيل اللي هو جيل محترم جدا وكل حاجه وبتاع، لكن ما يجيش جنب يعني جنب الجيل ده، يعني صعب يعني مقارنه صعبه شويه، لكنه حقق يمكن انجازات تقريبا هتبقى اكتر يعني. واخد بروزيتين كاس عالم ما شاء الله، وراح كاس عالم 4 5 مرات، والسنه دي المره تكون المره الرابعه، والسنه الجايه تكون المره الخامسه على التوالي. وقبليها بقى انا اتفرجت على فتره ذهبيه كانت قبليها من 93 ل 2000. وكان بس في قرار اللي هو بعدم المشاركه في البطولات الافريقيه. احنا خدنا 7 دوري ساعتها، ولو كنا بناخد كل البطوله العربيه بناخدها دايما. لو كنا اشتركنا في البطولات الافريقيه كنا هناخدها. وقبليها جيل الثمانينات. فهو النادي الاهلي هو اللي بيعمل، مش حد بيعمل حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو من يصنع